في جون 2014 اكار كتلتها 1200 كيلو جرام موفز الونج هوريزونتال رود وذ اسبيد مدين السرعه 144 كيلو متر بير اور نسمعها 3.6 عشان نحولها متر بير سكند. انيت ريتاردنج فورس يعني القوه المعاكسه المضاده اف ار از ابلايد تو ريديوس ذا سبيد اوف ذا كار 272 كيلو متر بير اور ان ا ديستانس 150. يبقى عندنا السرعه الابتدائيه والنهائيه والمسافه. اقدر اجيب الزمن والاكسلريشن لو احنا عايزين. بولي كالكليت ذا ورك دان باي اف ار عايز الورك. طيب عندي طالما سياره ماشيه على طريق عادي مش مرتفع في شميل يعني يبقى البوتنشال انرجي بصفر في الحالتين في الحاله الاولى والحاله الثانيه. يبقى كيناتيك انرجي واحد زائد البوتنشال انرجي واحد اللي هي بصفر زائد الورك دان من واحد لاثنين اللي هو بالفريكشن هيساوي الكيناتيك انرجي 2 زائد بوتنشال انرجي 2 في حالة السيارة ماشية على مستوى البوتنشال انرجي في الحالتين بصفر لأن مفيش ارتفاع طبعا مفيش سبرينج. كيناتيك انرجي 1 كانت نص في الكتلة في السرعة ل 144 على 3.6 عشان احولها متر بير سكند. طب كيناتيك انرجي 2 برضه نص في 1200 في السرعة الجديدة اللي هي 72 على 3.6 الكل تربيع كده اقدر اجيب الورك هيطلع بالسالب طبعا ف 600 في 72 تقسيم 3.6 تربيع ناقص 144 على 3.6 تربيع فطلع الجواب الورك من 1 ل 2 ماينس 720 في 10 اس 3 جول. ده المطلوب الاولاني عايز التغير في او اللي عايز الورك اللي دان باي الفريكشن فورس وبالتالي ده التغير في الكينيتيك انرجي. طالب ايه تاني؟ طالب قيمه الفورس. احنا عارفين ان الورك بيساوي الاف ضرب الدي. عايز الماجنتيود يعني ما يهموش الاشارات يعني احط هنا بقى 720 من غير اشاره لان الفرصه المفروض تطلع بالسالب لانها عكس واحط هنا المسافه اللي هي 150 فاقسم الرقم اللي قصادي على 150 تطلع الفورس يهمني القيمه ما يهمنيش الاشاره يبقى 4800 نيوتن. السؤال برضو مباشر لغايه دلوقتي الاسئله حلوه جميله بس بنعوض في القانون الرئيسي طبعا الحتت دي عارفين احنا الورك فورس في مسافه عارفين ان الباور وورك على زمن.